مدافع الفريق الأول لكرة القدم هيرجع للمشاركة في التمرين الجماعي بعد مواجهة بيراميدز اللي هتقام يوم الجمعة اللي جاية والمؤجلة من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري العام. اتعافى نجيب من الإصابة اللي تعرض ليها بقطع في الرباط الداخلي للركبة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل خلال الفترة اللي فاتت، وحدد الجهاز الطبي أسبوع لرجوع نجيب للمشاركة مرة تانية في التمرين الجماعي بعد ما بعد فترة طويلة بسبب إصابته. كمان اليوم السابع قالت ان رامي ربيع مدافع نادي الاهلي قطع شوط كبير في البرنامج التاهيلي اللي بيخضع عليه في الفتره الحاليه، وحدد الجهاز الطبي اسبوع لرجوعه مره تانية للمشاركه في التمرين الجماعي. وطبعا بيتوقف القرار النهائي لرجوع رامي ربيع للتمرين على الاشعه اللي هيعملها اللاعب الاسبوع اللي جاي عشان يتعرف بشكل اكبر على مدى التحسن في الاصابه اللي تعرض ليها في ايديه قبل رجوعه للتدريبات الجماعيه. خضع ربيع لبرنامج علاجي وتاهيلي في الفتره الاخيره بعد ما غاب عن المشاركه الجماعيه بسبب اصابه في ايديه.